هلا غالب مرضى الغدد هن النساء، وحتى انه بمشكله سوء وظيفه الاقناد حتى بهذا الموضوع مين بيراجع الاطباء اكثر، النساء ام الرجال؟ طبعا اكيد النساء، لانه في عندنا شغلتين وقت بيصيروا كثير بيخلون يراجعوا الاطباء، قطاع الطمس وسر الحليب. الرجال أكثر ما يراجعوا الأطباء الغداد من شان العقم ونقص الرغبة الجنسية أو العنانة، مثل إنه إذا صار عن المريضة عمرها 35 سنة وكل أمورها تمام، إجت بعمر 35 إنه صار عندها ترجل مفاجئ، إنه هي كل عمرها أنوثة فائقة، هل يصير عندها شعرانية أو يصير عندها خشونة بالصوت أو يعني مظاهر ترجل بتخلينا إنه دائما لا يكون ما عنده فيه أي مشكلة، لا هو حول البلوغ ولا هو إنه صار فوق 60، ليش لا يصير عنده تسدي وأخص إذا كان تطوره سلبي. هلأ بالنسبة للجهاز التناسلي عند المرأة مثله مثل عند الرجل، إنه المبيض مثل الخصية بينشأ من قش الحيز التناسلي. بالنسبة للرجل بيصير عنده تتطور قناة وولف، أما عند المرأة قناة مولر. أما الأعضاء التناسلية الخارجية فتنشأ من الجيب الدوري التناسلي. هلأ إذا بدنا نحكي عن تذكرة فيزيولوجية بالمحور الوطائي النخامي التناسلي أو القندي، الوطاء بيفرز الجي ان ار اتش يعني الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. بتروح الجي ان ار اتش لوين؟ لعند لعند النخامه الاماميه، وبتحرض الخلايا المفرزه للاف اس اتش والال اتش، وبيناتهم كمان الـ FSH والـ LH بيجوا على المبيض أو على الخصيتين بأنجوا الهرمونات، والهرمونات بتعمل تلقيم راجع سلبي. هلأ الهرمونات الجنسية عند المرأة، محمد عم يظهر ومزبوط السلايدات؟ هلأ أعطيك العافية. إيه هلأ الصوت واضح بس ما أعرف إذا سلايدات بس عندي سابتي أو عند الزملاء كمان، فأنا فكرت أنه ضعفنا عندي هرمونات جنسية. تمام، نحن سمعين صوت السيارة، حدا من الزملاء يأكد لنا. لا أنا هنفس ثابتة عند الكل، هأرجع شارك من أول وجديد. تمام هلأ وضحت. هلأ عند الهرمونات الجنسية على السلايد السادس صح؟ إذا في مشكلة من شان أنا أغير شبكة النت، إذا في عندكم مشكلة هلأ إذا رجعت هي المشكلة. ركز القصة. طيب هلا اكيد الهرمونات يعني الجنسيه عند الانثى عندنا الاستروجين، عندنا البروجستيرون، عندنا الريلاكسين، عندنا الاندروجينات. الاستروجين مصدره بشكل اساسي من المبيض. شو وظيفه الاستروجين؟ وظيفه الاستروجين انه ينمي غدد وبطانه الرحم من اجل استقبال الجنين في حال صار القاح. الاستروجين مسؤول عن الخصائص الجنسية الثانوية وخصوصا نمو الثدي، بيحرض انغلاق المشاش
ويحرض بناء الأنسجة، ومثل الأندروجين يحبس الماء بالجسم. البروجستيرون مصدره من الجسم الأصفر، يعني البروجستيرون بالمرحلة الأولى من الدورة الطمسية بيكون تركيزه بسيط، أما تركيزه الأعظمي أو التركيز الأقوى بيجي بالفترة ما بعد الإباضة، وقت الجريبدوغراف تطلع منه الخلية البيضية، شو بيصفى يعني بيصير الإباضة، بيصير عنا بيكمل الجريب الجسم الأصلي الذي يفرز البروجستيرون. إذا بينفرز من الجسم الأصلي من اليوم 14 لليوم تقريبا 26-27 من الدورة، وبعد ما يصير إذا صار حمل بيصير بينفرز من المشيمة بعد الشهر الثالث. وظيفته كمان للتحضير للحمل وتثبيت الحمل. البروجستيرون بيرخي الرحم من شان ما يقذف الجنين، له وظيفة أساسية عند الولادة. الأندروجينات، في عندنا الأندروجينات عند صعيد الأندروجين هو هرمون مذكر، إلا أنه موجود في بنسبة قليلة عند النساء. الهرمون الرئيس هو التستوستيرون، ويفرز من المبيضين والكظرين. التستوستيرون الحر هو الفعال حيوياً، إلا أنه يشكل 2% من مجموع الأندروجينات. هلا التستوستيرون بيتحول داخل الجلد بواسطة 5000 ريدكتاز إلى الهيدروتستوستيرون، وهذا الأندروجين اللي بيستخدمه جريب الشعرة لحتى يصير شعرة انتهائية مثل شعرة الرجال. فلذلك في المرضى عندهم المستقبلات حساسة جدا لأي مستوى من التستوستيرون، أو بيكون عندهم زيادة ب5000 ريدكتاز، أو عندهم زيادة تحول تستوستيرون إلى ديهيدرو تستوستيرون، كلياتهم لهم دور بشعرانية عند المرأة. هلا الاضطرابات الغدية التناسلية عند الأنثى بالدرجة الأولى انقطاع الطمس، الشعرانية والترجل، سن القياس اللي بيجي بعد انقطاع الطمس بعمر 50 سنة. حنحكي أول شيء عن انقطاع الطمس. الطمس الطبيعي كيف بينحسب من أول يوم لرؤية دم الطمس وحتى اليوم الأول من الطمس، عموما هو تقريبا 26-28، لأنه ممكن أعتبره طبيعي من 21-35، أقل من 21 يوم يسمى تقارب طمس، أكثر من 35 يسمى تباعد طمس. قطاع الطمس البدئي إن البنت ما اجتها الدورة أبدا وصار عمرها 17، لا البنت تزوجت ويمكن 5 شهور ما اجتها، هذا اسمه انقطاع طمس ثانوي، إنه اجتها من قبل بس هلأ ما عم تجتها. قلة الطمس تعريفه إنه غياب الطمس، إنه لازم المريضة تجيها مثلا بالسنة يجيها 12 أو 13 طمس، لا إنه إذا اعتبرنا الطمس الطبيعي 28 يوم على إذا من أسهم 63 على 28 رح يطلع تقريبا 13، بس إذا صاروا أقل هذا بسمي قلت عفوا ما عم يقلب السلايد خلاص معناها المشكلة عندي. يلا أنا رح أغير على شركة تانية، يلا يلا مباشر دقيقة ورح أحول. يلا انتظروني معكم حق مشان هيك يمكن عم يتأخر حتى الصوت مو واضح أبدا.
تضحكوا. يلا صار خير إن شاء الله. لا أفضل. شباب هلا شلون؟ هلا أنا حاطة على سلايد اضطرابات الغدية التناسلية عند الأنثى، ظاهر عنكم؟ خلص عظيم عظيم. يلا هلا إذا انقطع الطمس أول ما تروح مريضة لعند الدكتورة تقول لها إنه أنا ما عم بجيب أولاد، أول سؤال بتسألها هو شو؟ إنه هل الطمس منتظم ولا لا؟ لأنه انقطاع الطمس إذا مريضة ما بتجيها دورة مزبوط، شلون بتصير الإباضة المزبوط؟ لذلك المريضة حتكون عندها اضطرابات هرمونية أو بنيوية تمنع حدوث الحمل. انقطاع الطمس البدي، إجت بنت عمرها 17 أو 18 سنة أو أكثر حتى 15 20، إجت أمها عم تقول إنه لسه ما إجتها بنتها ولا أي طمس. شو أهم الأسباب اللي لازم نفكر فيهم؟ أول شيء تنازل تورنر، التأنث الخصيوي، يعني هي بالأساس ذكر إلا أنه ما في عندنا تحسس للتستوستيرون أو غيابه، فلذلك البنت التشكل الجسم توجه باتجاه الأنثى، أو تشوهات خلقية للقناة المهبلية الرحمية، أحياناً غياب قناة مولار، يعني البنت تجي عندها مبيضين لأنه ما عندها رحم. ومرة نحن شخصنا هيك حالة يا حرام لمريضة جميلة جدا، ولهلأ يعني بتذكرها تماما، عملوا لها رنين مغناطيسي طلع أنه ما عندها رحم أو قناة مولار، كمان هذا يعتبر أنه يعني ما بتجيب أولاد أبدا، أو إذا بدها تجيب أولاد بدها الإباضة منها بس بدها تستأجر الرحم، أيا كان. هلأ خلينا نحكي شوي عن تنازل تورنر. هذيك المرة حكينا عن كلاين فلتر اللي هو كان إكسين واي، هلأ لا تنازل تورنر بيغيب المصبغي الإكس الثاني بيؤدي لسوء تصنع المبيضين. السبب مثل ما أن غياب الصبغي إكس المريضة بتجي قصيرة القامة، يعني نادرا ما يصل طولها للـ 140-150، بتكون رقبة مجنحة ظاهر على الصورة، الصدر العريض المجنح، تباعد المسافة بين حلمتي الثدي، هلأ الأعضاء التناسلية الخارجية بتكون أنثوية طبيعية، يعني باين أنه أنثى، إلا أنه الأعضاء التناسلية الداخلية فيها مشكلة، وقت بيساووا لإيكو بيلاقوا الرحم ورقي والمبايض شريطيات. هالمبيض الشريطي ما يمكن انه يقدر انه يفرز استروجين او يكون فيه جريبات او اباضه، وبالتالي اذا عملت لها تحاليل حيكون الاستروجين منخفض كثير، الاف اس اتش مرتفع كثير. طبعا بطبيعه الحال غياب الاستروجين اذا غياب الصفات الجنسيه الثانويه اللي هن تطور الاسداء و الاشعار الجنسيه. إذا الطفلة المريضة التورنر حنلاقي عندها أصداء طفلية، هذا التنر هو يعني لقياس تطور البلوغ، إنه كيف بيكون الثدي حسب مراحل البلوغ. الاختلاطات إنه أي مريض سواء ذكر ولا أنثى حرم من هرموناته التناسلية رح يصير عنده تخلخل عظام. وطبعا مرضى تورنر بيجي عندهم اضطرابات بنيوية أخرى، ممكن يصير عندهم تضيق برزخ الأبهر. هلا احيانا المريضات بتجي ما شكلها وصفي مثل اللي انا قلته، احيانا بتجي كثير بتضوعنا انه لا البنت طبيعيه، رقبتها طبيعيه، والثديين قريبين من بعض ما بعيدين مثل ما بيقولوا، وما في عندها كمان روح بال، بيكون احيانا عندهم انه المرفقين فيهم تحدد، يعني انه ما مو مثل الانسان الطبيعي ابدا، ما بتقدر تفرد ايده للاخر. بنقول انه لا هي المريضه يعني ما شكلها شكل تورنر، مو شرط.
لأنه أحياناً في شيء اسمه موازيكية صبغية، يعني أنه أحياناً مو كل الخلايا بيكون غايب فيها الصبغي الثاني إكس، حسب عدد الخلايا اللي رايح من الإكس بتظهر بتظهر الأعراض أكثر. فلذلك أي مريضة بتجي بقصر قامي وانقطاع طمس بدئي لازم أنه نعمل لها الصيغة الصبغية. التأنس الخصوي مثل ما لكم شايفين أنه الصيغة الصبغية هي 46 XY. السبب هو أنه قد يكون في عنده المريض أندروجين، إلا أنه الأنسجة الهدفية غير حساسة لهذا الأندروجين، أو في مقاومة لعمل الأندروجين، أو الأندروجين بحد ذاته بأحد طرق بأحد مكان تشكله في ثغرة ما عم يتشكل تستوستيرون النهائي. هالشي وقت ما بيكون في عندي أندروجين شو رح تصير الأعضاء التناسلية الخارجية مثل ما أنك تتجه نحو الأنثى نحو الأنوثة. هلأ شو أعراض هذا المريض؟ هذا المريض بيكون في عنده خصيتين غالبا موجودين بالمنطقة المغبنية أو الإيرابية. بيجي بنجي وقت مندور عليهم بنلاقي الخصيات صغار كتير، وبالمنطقة الإيرابية متضخمين شوي. المنطقة الإيرابية مفكر إنه المريض عنده فتق إيرابي، مندور مزبوط بيطلعوا الخصيتين موجودين هون. وغالبا وقت بيكون في عنا خصيات هاجرة وعند هدلول المرضى تستأصل لأنه منخاف من تصرتنها. هلأ هي المريضة بس الأعضاء التناسلية الخارجية أنثوية، بس بينما من جوا في خصيتين لأنه هي إكس واي مثل ما قلنا، بس بينما ما عندها مبيض ولا عندها رحم، بس عند الأعضاء التناسلية الخارجية أنه هي أنثى. هلأ المهبل شو بيكون؟ المهبل لازم يكون مكمل مع قناة مولر، لازم مكمل مع الرحم، ما هو ما في عنا رحم، فلذلك المهبل بيكون أعور، يعني نهايته مسدودة. هدلول المرضى ممكن أنه يكون عندهم بسن البلوغ أسداء طبيعية، لأنه اللي تحت تأثير الأندروجينات القليلة أو المقاومة عليها بيكون الشعر ضئيل، بالأشعار التناسلية اللي هي بالقطن العانم بتكون قليلة. هلأ أحياناً كتير من هدول المرضى إمتى بيكتشفوا؟ للأسف بيكتشفوا مثلاً بعمر 18 سنة، وقت إنه ما عم تجيهم دورة بيروحوا ليدرسون. ممكن يعني إذا ما انكشفوا بالطفولة الباكرة بيروحوا بيكشفوهم بالحولة بمرحلة تأخر البلوغ، وبيكتشفوا يا حرام إنه هالمشاكل، يعني كتير كتير مشكلة. وقت إنه بنت بدك تشرح لأنه أنت بالأساس ذكر، وإنه ما يمكن تتزوجي ولا يمكن إنه تجيب أولاد، ورغم إنه هي مثل رفقاتها كانت مفكرة إنه تنخطب وتتزوج، يعني فعلاً هذول بيصير عندهم مشاكل نفسية كبيرة. هلأ تشوهات الخلقية بالقناة الرحمية المهبلية بتكون العلامات الجنسية كاملة، لأنه في عندي أنا مبيضين عم ينتجوا الأستروجين وبروجستيرون، فلذلك في عندي تطور أسداء، حتى إنه أحياناً إنه إذا المشكلة بس إنه بالقناة المهبلية مثل عدم انسقاب غشاء بكارة، حتى إنه هدول البنات بيصير عندهم آلام بطنية ماغصة مثل ألم الطمس كل شهر كل شهر، يعني بتقول مثلاً كل نص الشهر بيجعني بطني بيجعني بيجعني، وبضلني موجوعة مثلاً شي 5-6 أيام بعدين بخف شوي. هلأ وقت بتروح على الطبيبة النسائية، الطبيبة النسائية بتشوف إنه في عنا دم بالحوض فوق العانة، وبالفحص النسائي بيبين عندها إنه عدم انسقاب غشاء بكارة. انقطاع الطمس الثانوي، في عندي انقطاع طمس فيزيولوجي، وفي عندي انقطاع طمس وظيفي، وفي عنا انقطاع طمس مرضي. الفيزيولوجي
على رأسه الحمل. بتعرفوا الحمل بيتشخص وقت الأنثى بيغيب عنها، بيغيب عنها الطمس ليوم أو يومين عن موعدها، وإذا كانت متزوجة أول ما نشك إنه تأخرت عليها، تأخر عليها الطمس، أول ما نفكر فيه إنه قد تكون حامل. أو إنه مثلا في كتير من المرضعات هن عم يرضعوا ما بتجين الدورة أبدا. قبل البلوغ شيء طبيعي، وبعد سن البلوغ، بعد سن الضهي كمان هي فترات إنه بتكون مقطوف فيها الطمس بشكل فيزيولوجي، ما في عندنا أي مشكلة أبدا. هلا انقطاع الطمس الوظيفي، هدول بتشوفون إذا مريضة مثلا عندها تدرن شديد، أو عندها مثلا حمى مالطية شديدة، يعني تعرضت لأمراض جهازية، ممكن إنه شهرين ثلاثة أربعة يصير عندها غياب طمس. مجرد إنه تعافت من المرض أو تحسنت أعراضه بترجع بتجي الدورة. أحيانا كتير من النساء بعد تعرضه لشدة عاطفية مثلا مثل وفاة الزوج أو وفاة الولاد، يعني وفيات أو طلاق أو كذا، ممكن كمان أنه تغيبهم الدورة. في بنات كتير هي القهم العصبي أنه بتصير بدها تصير نحيفة، بيكون وزنها 80 وهي أنه متضايقة بدها تنزل وزنها، ما عاد ترضى بتاكل أبدا أبدا. هي وقت بتنحف حالة وبينزل وزنها للخمسة وثلاثين فعلا بيغيب الطمس عندها. احيانا لاعبات الجمباز كمان بتغيبون، بيغيب الطمس بشكل وظيفي. ليش سميناه وظيفي؟ لانه هو سوء وظيفه مؤقت بمنطقه تحت المهاد. بتعرفوا انه الجي ان ار اتش في عنده افراز نبضي طبيعي، هو اللي بيعطيني اف اس اتش وال اتش واستروجين بروجستيرون بشكل صحيح. اذا هالنبضات راحت وصار افراز مستمر بينتزع كل الشغل. هالتبدل بهالنموذج النبضي اي شيء بيتدخل فيه سواء كان شده او نقص وزن شديد او اي شيء ممكن انه ياثر فيه، مجرد انه عالجنا المشكله بترجع الوظيفة الطمسية مظبوط. هلأ كتير من اللاعبات الجمباز بيقولوا أنه أنا بدي اعتزل الرياضة لفترة، أنه هي بترغب بالحمل مشان ترجع يجي الطمس منتظم ويترجع المحور لطبيعته وأنه يصير عندهم إنجاب. انقطاع الطمس المرضي، أولاً قصور مبيض بدئي. مثلاً بتجي البنت أنه عمرها أبلغت بعمر 14 سنة وكانت أمورها بخير، بعمر مثلا 25 أو 30 تيجي بتقول إنه أنا صار لي 6 شهور ما إجا طمس أبدا، ما في حمل، ما في الإيكو طبيعي. هون في عنا في بعض المريضات للأسف إنه مثل المبيض خلص بيوقف، ما عاد في إفراز، ما عاد في جريبات، ما عاد في إباضة، ما عاد في استروجين، ما عاد في بروجستيرون. هذا بنسميه قصور المبيض البدئي، بيكون الاستروجين نازل. وكيف نحن بنشخصه؟ انه الاف اس اتش عالي كتير، يعني الاف اس اتش بيجي مثلا 25 35. هو مرض غالبا سببه مرض مناعي ذاتي مثل هاشيموتو، انه الجسم بيتعرف على المبيض انه هو ليس جزء منه وبيبعث له اسلحه مناعيه التهابيه بتدمره. أو مريضة أنه صار عندها نكاف وبعد منه التهب المبيض وصار تخرب بشكل غير قابل للرجوع. أحياناً في مرضى الذئبة الحمامية الجهازية مثلاً، هلأ أنا عندي مريضة هيك أنه عندها وهيج ذئب وبدنا نضطر نعطيها مثبطات مناعة، وأفضل مثبطات المناعة مثلاً إندوكسان، هذا ممكن أنه يسبب يسبب لها قصور مبيض بدئي. غير الانقطاع الطمس المرضي، اولا هو القصور المبيض البدئي، اثنين اضطرابات الإباضة المزمنة وعلى رأسها المبيض المتعدد الكيسات، او عوز 21 هيدروكسيلاز مثل اللي احيانا بنشوفهم عن مرضى التنازل الكظري، عسر فرط التنسج الكظري،
بس هدول بيكونوا يعني العوز مو شديد حتى يعطيني التنازل اللي بيظهر أثناء بفترة الولدان. قد يكون اضطراب الإباضة بسبب ورم مبيضي أو داء كوشينج. الاضطرابات المهبلية الرحمية أحياناً مثلاً مريضة حملت وصار عندها إجهاض، راحت على الطبيبة النسائية عملت لها تجريف جائر، يعني قامت لها كل البطانة الرحمية اللي بتتأثر تحت تأثير الاستروجين والبروجستيرون ومترحم البطانة الأنسجة العضلية واللي فيها لزقت على بعضها. هدول المرضى أحياناً إنه بعد هالتجريف ما بتجيهم الدورة أبداً، بس مع أنه ما عندهم هبلات ساخنة. هدلول السببهم أنه التجريف الجائر. الأربعة، الاضطرابات النخامية تحت المهادية. المشكلة هون بمنطقة النخامة أو المهاد، منسميه قصور مبيض ثانوي، هون بيكون الاستروجين نازل والFSH نازل، غالبا إما بسبب ورم نخامي أو ورم دماغي أو متلازمة شيهان أو ساركوئيد، أو أحياناً بسبب فرط البرولاكتين، أحياناً بسبب فرط الداء كوشينج أو فرط الأندروجين. فرط الأندروجين سواء كان من المبيض أو من الكظر بيروح بيعمل تلقيم راجع سلبي على إنتاج الGNRH ومنه الFSH والLH. فرط البرولاكتين، تتذكروا انه البرولاكتين هو مو له اساس بالمحور القندي، بس بصراحة كتير التراكيز الطبيعية منه ضروري جدا لتناغم هذا المحور. فلذلك اذا كان في اي مشكلة مثل بيحط مثل ما قلت لكم بيحط العصب الدوليب وبيتفركش كل هالمحور. الفرط البرولاكتين كتير مهم لانه تقريبا 5 الحالات من حالات انقطاع الطمس الثانوي بيكون سبب فرط البرولاكتين. شو بيعمل البرولاكتين؟ بيخرب على النموذج النبضي الطبيعي لأفراز الجي ان ار اتش. الأعراض مثل ما بتعرفوها، فرط البرولاكتين عند النساء بيعمل انقطاع طمس وحصار حليب، أما عند الذكور بيعمل عنانة وعقم بالدرجة الأولى. وممكن إنه إذا المريض تأخر بتشخيصه بيجي بأعراض صداع وتشوش رؤية بسبب ماكروبرولاكتينوما. أسباب فرط البرولاكتين، هلا حنرجع لمحاضرتنا الأولانية، بتعرفوا أسباب فيزيولوجية مثل الحامل والمرضع بيكون عندهم فرط برولاكتين، الدوائية على رأسها الميتوكال والأدوية النفسية، الميتوكلوبراميد المضاد الإقياء، أو مثبطات المونوأكسيداز مثل السيميتيدين اللي هو خافض لحموضة المعدة والفيرابامير. هلأ بتعرفوا أنتم منشان نتذكر أنه البرولاكتين والدوبامين عكس بعض، فلذلك المرضى بشو منعالجون؟ إذا مريض عنده فرط إفراز البرولاكتين أنا شو بعالجه؟ بعالجه بمشابه دوباميني أو مقوي للدوبامين منشان يرجع، لأنه الدوبامين بيقحم البرولاكتين. أحيانا الأسباب فرط البرولاكتين تكون مرضية مثل أورام النخامة أو قصور درق بدئي تحت تأثير الـ TRH، أو أحيانا بسبب مثل إذا ما بتتذكروا إذا النار على الصدر ممكن يرفع البرولاكتين، ذكرتوهم، أو قصور الكلوي. هلأ 3، فرط الكورتيزول. 4، المتلازمة المبيض متعدد الكيسات. هدلولي كل ياتون شو بيعملونا؟ بيعملونا انقطاع طمس ثانوي. هلأ البي سي او، شو بيصير بالبي سي او حتى بتظهر الأعراض؟ طبعا شو أعراض البي سي او؟ بالدرجة الأولى تباعد طموس أو غياب طمس. 2، كتير بتترافق مع البدانة بس مو هي أساسية. بيجي شعرانية وترجل، يعني بس أكثر شغلتين بتجي إنه مريضة اضطراب طمس و شعراني. هلأ الصوت واضح شباب؟ ايه دكتور، ايه واضح، ايه تمام.
هلأ شو آلية البي سي او حتى بيصير هيك عند المريضة؟ غالبا المريضات بيجوا عندهم زيادة وزن وعندهم شواك أسود. إذا شو عندهم؟ إذا عندهم مقاومة للإنسولين، وقت الإنسولين في عليه مقاومة بيضطر إنه يزيد إفرازاتهم، بيصير عندي الإنسولين مفرط. هذا الإنسولين بيحرض على إنتاج الأندروجين من المبيضين. هلأ أول شيء المريضة بيصير عندها تحت تأثير الأندروجينات بيصير عندها علامات شعرانية وعلامات ترجل، قد تكون خفيفة قد تكون شديدة. وبنفس الوقت الأندروجين بالنسيج الشحمي، وأخص إذا المريضة بدينة وبطن وفي عندها يعني منطقة الورك فيها شحم كتير، بهالنسج الشحمية بيتحول الأندروجين لأستروجينات، وخاصة الأسترون. هذا الأسترون بيروح وبيعمل تلقيم راجع سلبي على الوطاء والنخامة، فلذلك بيتصبط إفراز الـ FSH وبيتحرك وبيتم تحريض وزيادة الـ LH، يلي هذا نفسه الـ LH بيعمل فرط تنسج بلحمة المبيض وبيؤدي لزيادة فرط الأندروجين. فرط الأندروجين بيرجع بيعمل لي ذكورة وترجل، وبيعمل بيحول الأندروجين إلى أسترون، والأسترون كل ماله بيثبت الـ FSH وبيرتفع الـ LH. ذلك مرضى البي سي او شو منلاقي عندهم؟ قد نلاقي عندهم عدم تحمل السكر أو داء سكري صريح، عندهم إنسولين عالي لأنه في عندي مقاومة للإنسولين. شغلة ثالثة بيكون عندهم الـ FSH نازل والـ LH عالي، هي كتير مهمة إنه عندهم الـ LH بيكون عالي. المظاهر السريرية إنه عند مرضى المبيض متعدد الكيسات سوء وظيفة نخامية، بيزيد الـ LH وممكن يزيد البرولاكتين وزيادة نسبة الـ LH على الـ FSH، لأنه الـ LH قلت لكم عالي كتير. هذا إنه زيادة الـ LH بمرضى مبيض متعدد الكيسات رح يجي عليه سؤال، لأنه أنتوا بتحبوا هاي إنه حيجي سؤال ولا ما حيجي سؤال. الشغلة الثانية إنه بسبب غياب طمس، أو ممكن إنه يسبب دورات طمس، يعني كل 3 شهور بتجي دورة، وإلا إنه هاي الدورة غير إباضية، يعني ما صار إباضة. ممكن إنه تعملنا كيسات مبيضية صغيرة بتحيط بمرسومة على محيط بتنزرع على محيط المبيض، بيصير عندنا فرط أندروجين بيؤدي لشعرانية وعد الشباب، مقاومة الإنسولين بتؤدي بسبب البدانة وبتؤدي لفرط سكر الدم. بالإيكو منلاقي المبيض ضخم، منلاقي 8-10 كيسات مثل ما قلتكم مزروعة على محيط المبيض، وكلها كيسات صغيرة ما في واحدة منها تنجح إنه تعمل جريب دوغراف أو جريب مسيطر، كلهم جريبات صغيرة وعم ينفرز فيهم أو معهم أو حواليهم الأندروجينات. المعالجة دائما ننصح المريضة إنه أخص إذا كانت بدينة بتخفيض وزنها، مجرد إنه نقص الوزن نقص النسيج الشحمي بتنقص مقاومة الإنسولين وبينقص إنتاج الإنسولين وبينقص تحريق وبينقص إنتاج الأندروجين وبينقص تحوله إلى أسترون. كيف نعالج بالدرجة الأولى بمنظم السكر اللي بيحسن مقاومة الإنسولين؟ 2 بالنسبة للشعرانية غالبا العلاج بيكون تجميلي، إلا المريضة أنه خليك على العلاج التجميلي ليزر أو أي طريقة أنت بتحبيها. ممكن أنه أحيانا نعطيهم علاج مضاد للأندروجين، أما الأندراكور اللي هو سيبروتيرون أسيتات، أو هلأ رح نحكي على المركبات الثانية. إذا المريضة لأنه هي جاية لأنه بدها تحمل، نعطيها كلوميفين منشان يحسن الخصوبة وتطور الجريبات، وبحيث انه تكبر الجريبات وتعطيني جريب دوغراف وتصير الإبادة. هلأ إذا المريضة ما بدها تحمل بس بدها تنظم دورتها وبدها تروح منها الشعرانية ويروح منها حب الشباب، هدول منضطر نعطيهم لدواء مانعات حمل هرمونية، وأفضلهم الديان لأنه البروجستيرون الموجود فيه هو بروجستيرون معاكس للأندروجين. هلا هي مانعات الحمل الفموية
أو يعني عادة الحمل الهرمونية، مجرد أنه أنا حأعطيها مثلا من اليوم 5 ليوم ليوم 25، مجرد أنه أنا عفوا شفت وصفي مكتوب، شفت وصفي مكتوب فيها سبينولاكتون، هي تمام. يعني تشخيص، هي كمان علاج ولا لا؟ الالكترون منيح كتير، هو مضاد أندروجيني، بيحسن يعني بيخفف الشعرانية كتير، مثل يعني كيف إذا الرجل عطيته الالكترون أو سبيرنولاكتون بيعمل له تسدي، لأنه هو مضاد أندروجيني، لذلك أنه ممكن يفيد للمريضة ب طبعا اذا بيسمح ضغطه، لانه هو راح يخفض الضغط شويه، ممكن انه نعطي سبيرنولاكتون. عند النساء الغير راغبه بالحمل بنعطيهم مانعات حمل فيها مضاد اندروجيني مثل الديان، كثير بيوصفوه. مجرد وقفنا الدواء بيجي عند المريضه. هلا هي بتقول اجى طمس، بس نحن بنسميه نزف سحب، انه لانه اجت الدوره وانتظمت تحت تاثير الهرمونات اللي انا اعطيته اياهم بشكل خارجي. هلأ بالنسبة لتقييم انقطاع الطمس الثانوي، أول ما تجي المريضة تقول إنه غايبتها الدورة، أول شيء لازم إنه نعمل معاينة البيتا أستروجين. أحيانا المريضة مثلا إنه حتى لو كان بي سي أو على فكرة، وإنه هي بالعادة إنه كل شهرين تجي الدورة وعندها أعراض البي سي أو، اجت وانه صار لغايبتها الدورة 3 شهور وهي متعودة هيك، بس انه بدها تشوف انه شو قصتها غياب الطمس، بنعمل لها ايكو بتطلع حامل. على فكرة كذا مرة صارت كمان انه ممكن انه يصير عند مريضة البي سي او مرة من المرات ممكن انه يصير عندها اباضة ويصير حمل. فلذلك اول ما تجي المريضة انه انقطاع الطمس الثانوي، اول شيء لازم ننفي الحمل بمعايرة البيتا أستروجين، وبدنا نسأل للمريضة هل هناك تغير في الوزن أو تمارين عنيفة؟ يعني مثل المريضة كان وزنها 80 مثل ما نزلت وزنها ل 75، هذا القهر العصبي، أو إذا مريضة عم تلعب رياضة عنيفة ممكن يأثر على الإفراز النبضي للجي إن آر إتش، وممكن إنه يسبب غياب طمس. بنسأل المريضة في عندها أعراض فرط أندروجين مثل حب الشباب، شعرانية، تغير بصوتها، أو بنسألها عن الصلع الصدغي. الصلع الصدغي يعتبر من الصفات الجنسية الثانوية للرجل. بنسألها عن سر الحليب إذا في فرط برولاكتين. بنسأل عن أعراض نقص الأستروجين إذا في عندها هبات ساخنة هلأ حنحكيها، أو جفاف بالمهبل. هل في أدوية مستخدمة؟ هل المريضة مثل ما قلت لكم أنه عم تاخد مثبطات مناعة إندوكسان، أو تعالجت للينفوما، أو تعالجت لورم؟ ماما هات طيب سكر الباب. هلأ بالفحص السريري بدي أحسب البي ام اي من شان نشوف أن المريضة قديش البداني عندها. إذا أكتر بتتذكروا مثلا إذا أكتر من 30 هي صارت بداني، وإذا أكتر من 35 صارت بداني شديدة جدا. هل هناك أعراض سر حليب؟ في عنده مشكلة بالرؤية؟ وطبعا انه كمان احيانا تضطر طبيبة النسائية لفحص الاعضاء التناسلية، واذا في او عمل ايكو لتتأكد هل في اورام، هل في مشكلة حتى سببت غياب طمس، او اي مشكلة تبحث عنها طبيبة النسائية. الاستقصاءات المخبرية نطلب نحن روتيني، اللي هو انه تعداد دم عام، وظائف الكبد، وظائف الكليه. هلا هرمونيا شو بنطلب؟ اي مريضه غياب طمس لازم نطلب لها بالدرجه الاولى تي اس اتش، لانه مثل ما بتتذكر قصور الدرق قد يسبب تباعد. لا التي اس اتش الاغلب قصور الدرق بيسبب نزوف بين الطموس، وبيسبب تطاول زمن الطمس، وبيسبب تقارب طموس. أما فرط نشاط الدرق فهو العكس، هي بكون تنتبهوا له. إذا بدي أعرف شو وضع الغدة الدرقية، بدي أعرف البرولاكتين إذا في مشكلة أو لا، والFSH.
هلا اذا كان الدرق تاكدنا انه التي اس اتش طبيعي، لا عندنا فرط نشاط، لا عندنا قصور درق. اذا البرولاكتين طبيعي، هلا بنروح للاف اس اتش. هلا اذا الاف اس اتش مرتفع واذا صبيه صغيره نزعل انه مثلا عمرها 30 سنه هذا قصور مبيضي. اما اذا كان الاف اس اتش منخفض لازم نشوف شو المشكله. هل هي المشكله نخاميه او وطائيه؟ وهون الافضل انه اعمل رنين مغناطيسي. اذا كان الاف اس اتش طبيعي، لا هو مرتفع ولا هو منخفض، هون بنعطي اذا بتعرفوها بيقولوا لها عند العوام انه حبه اختبار، بيقولوا لنا حبات الاختبار، بيعطوها حبه صبح مثلا مده 3 ايام للمريض وبيقولوا له وقفي، بعد منه لازم يجي دم طمس. اذا ما اجاها دم طمس له تفسير ثاني، يعني اذا مريضه عطيتها هرمونات وما اجت الدوره، هذا كثير له تفاسير. هلا رح تمرق معنا. هلا اذا حدث نزف التشخيص بيكون انقطاع طمس تحت مهادي او وظيفي او بي سي او. بس اذا ما صار نزف والاستروجين طبيعي، ممكن المريضة يكون عندها شو متلازمة أشرمان، بسألها أنه أنت عملتي بالفترة الأخيرة كورتاجات؟ بتقول إيه، بيكون بصراحة غالبا السبب هو الكورتاج. بنرجع بنعيده، مريضة عندها انقطاع طمس ثانوي، عملت لها تحاليل، التي اس اتش طلع طبيعي، البرولاكتين طلع طبيعي، واذا ما طلع طبيعي بتعرفوا انتم شو المعنى. هلا بالنسبه للاف اس اتش، اذا كان طالع بصراحه انه بنقول قصور مبيض بدئي، انه المبيض ما عاد افرز استروجين. اما اذا كان الاف اس اتش منخفض بكون شغله نخاميه، لازم اطلع على الجهاز العصبي المركزي وعلى منطقه المهاديه ومنطقه النخامه واعمل رنين مغناطيسي واعمل تقييم، مو بس للاف اس اتش، واعمل تقييم حتى نخامي كامل. هلا اذا كان الاف اس اتش طبيعي بعطي المريضه حبات الاختبار، اذا اجت الدوره بيكون معناها انا عندي المشكله اما مبيض متعدد الكويسات او مشكله وظيفيه، مشكلة تحت مهاد ليست عضوية. لو عضوية شو كانت عملت؟ كانت عملت اف اس اتش نازل. انا عندي هون الاف اس اتش طبيعي، وقت نعطيت حبات الاختبار اجت الدورة بيكون عندنا المشكلة انقطاع طمس تحت مهادي وظيفي. قد تكون المريضة متعرضة للشدة، قد تكون المريضة عندها تمارين رياضية عنيفة، او انه عندها قهم عصبي. اما اذا ما صار نزف وعملنا تحليل الاستروجين طلع الاستروجين طبيعي كمان، معناها ايش؟ ما اجاها نزف، معناها الرحم صاير فيه مشكله. بنعاير الكورتيزول الحر ببول 24 ساعه اذا المريضه كمان بدينه وشكينا انه عندها وجه قمري وعندها عد شباب. اذا شكينا انه هي مبيض متعدد الكيسات ولا كوشينج، بعمل شو؟ بعمل الاستقصاءات اللي بنساويها لإثبات أو نفي وجود فرط كورتيزولية. ممكن إنه الفرط الكورتيزولية أحسن شيء، مثل ما بتتذكروا إنه من بين أفضل أربع استقصاءات إنه الكورتيزول الحر ببول 24 ساعة. هون عم يلخصوا لنا إنه مريضة إجت بانقطاع طمس ثانوي، عمرها 25 سنة، صار لها 10 سنين بتجيها الدورة منتظمة، هلأ صار لها 6 شهور غايبتها الدورة. بنعمل تي اس اتش منشان ننفي مشاكل الدرق، بنعمل برولاكتين منشان نفي فرط البرولاكتين. هلا اذا ما كان فيه مشكله بنروح على الاف اس اتش. اذا كان في عنا اعراض استرجال، ممكن نطلب التستوستيرون والدهيه وحتى الدهيه سولفيت. إذا ما في أعراض ترجل منشوف. هلأ الـ FSH إذا كان مرتفع قصور مبيض بدئي، إذا منخفض
اضطراب بالمنطقة الجملة العصبية المركزية لازم أعمل رنين مغناطيسي. إذا طبيعية بلجأ لحبات الاختبار. إذا صار نزف معناها هو انقطاع طمس وظيفي مثل اللي حكيت لكم عنهم، أو مبيض متعدد الكيسات. إذا ما صار نزف قد يكون المريضة صاير عندها متلازمة آشيرمان. الأشعة ممكن أنه للمريضة أطلب لإيكو بطن وحب منشان ركز على المريضين والقزرين. وأنت بركز أكثر شيء على القزرين وقت تكون في عندي مظاهر استرجال أو مظاهر شعرانية زايدة. بنعمل طبقي محوري أو مرنان للنخامة. هلأ التدبير، إذا المريضة عندها طلع تشخيصنا أنه انقطاع طمس وظيفي تحت مهادي، إذا كان عندها تمارين عنيفة رح أقول لها خفف منهم، إذا كانت عندها قهم عصبي رح نطعمية إجباري عنه ونفوت على المشفى ونخليها تاكل هيك لحتى أنه تتحسن وزنها بترجع بتجي الدورة. إذا كان عندي برولاكتينوما بعطيها بروموكريبتين أو كابيرغولين لهن مشابهات الدوبامين أو مقويات الدوبامين. الأورام النخامية الأخرى استئصال جراحي، مثل إذا كان عندي ورم دا كوشينج بالنخامة أو أي ورم مفرز أو غير مفرز بالغدة النخامية، ممكن أنه نستأصل الورم اللي على حساب النخامة. هلأ إذا كان في عندنا تشوهات تشريحية ممكن أنه نساوي إصلاح جراحي، ممكن فك الالتصاقات إذا عندي أشرمان، عوز البروجستيرون إذا المريضة أنه سبب انقطاع طمس الثانوي عندها أنه البروجستيرون أو قصور بالجسم الأصفر بنسميه، بنصير أنه بنعطي المريضة بروجستيرون متقطع، يعني بنعطيها من اليوم مثلاً 15 لمدة 10 أيام كل شهر كل شهر منشان يصير عندها انتظام بالدورة. عوز الاستروجين الشديد بنعطي استروجين وبروجستيرون مع بعض. إذا المريضة عندها عوز GnRH ممكن أنه نعطي موجهات القند بشكل نبضات، يعني بشكل دفقات، ولكنه غالي الثمن. فقط بنعطيهم هدول للمرضى، يعني مريضة عندها انقطاع طمس ثانوي بعطيها مانعات حمل فموية، بجيب لها دورات صنعية أو هي يعني إنه بيجيها طمس سحب أو نزف السحب، بس المريضة جاية هي بالدرجة الأولى إنه بدها حمل، لا هون ساعتها إنه عندها نقص بالـ FSH والـ LH، أنا بضطر إنه أعطيها الإبر اللي بيقولوا لهم IVFM أو الهيموجون، والله نسياني شو اسمه بالضبط، بيعطوهم مثل الـ FSH يعني، وبشكل إبر بشكل كل يومين حسب إنه كيف البروتوكول المتبعينه. مريضة عمرها 25 سنة نفسها وإجت بي مثلا قصور مبيض بدقيق، بقول لها خلاص ارتحتي من الدم الطمس وما عاد تجيك الدورة وانت حتكوني أمورك تمام وما عاد في عليك مشاكل إلا أنه ما عاد بتجيبي أولاد. لا، دائما المريضة لازم أعطيها مانعات الحمل الفموية منشان شو؟ منعاً لحدوث تخلخل العظام. بالنسبة للكلوميفين أمتى بينعطى؟ بينعطى عند الرغبة بالحمل. عند مين بينعطى؟ عند اللاعبات الجمباز مثلاً، إنه إذا قرروا يخففوا لعبهم منشان إنه بدنا نجيبوا أطفال نعطيهم كلوميد كلوميفين. وملمين بنعطيه كمان للمبيض متعدد الكيسات. هلأ خلصنا من انقطاع الطمس سواء البدئي أو الثانوي، هلأ بدنا نجي على الشعرانية والترجل. الشعرانية كتير من المريضات بيجوا على عيادة الغدد منشان الشعرانية. الشعرانية كتير كتير بتختلف يعني توصيفها بين الناس. هلأ في ناس إذا طلع لهم شعرتين زيادة بيجوا بيقول لك أنه صار عندي شعرانية، بتجي بتفحص المريضة كلها وبر ما في عندها أشعار انتهائية اللي نحن فعلا نعتبرها شعرانية. بقال كتير في مريضات الموسوسات مجرد انه الاشعار الوبرية زادت عندهم بيرقدوا بيقولوا انه هن ما بدهم شعر، بيكرهوا كتير الشعر، هو سبحان الله لانه يعني ما بتحب انه تكون الا تكون يعني فائقة الانوثة، سبحان الله عن كل ناس الى طريقة تفكيرها.
الشعرانية هي نمو الشعر المعتمد على الأندروجين عند المرأة، يعني إنه صاير عم يطلع لها شوارب، يطلع لها أشعار انتهائية بمنطقة الذقن أو بمنطقة بين الثديين أو بمنطقة البطن أو على الفخذين، بالمناطق غير اللي لازم، غير إنه لا اللي بيظهر فيها بشكل طبيعي. الترجل نصير على مرحلة أكثر من الشعر، الشعر هو جزء من الترجل، إلا أنه بيرافقه كمان حب الشباب وصلع صدغي اللي بيقولوا النياشين، وبيصير الصوت خشن، ونمو عضلات المنكبين بيصير يعني شكله مثل شكل الرجل، وقد يصير عنده بالضخامة بالأعضاء التناسلية الخارجية وضخامة البزر، هي بتدل على علامات فرط الأندروجين. مثل ما قلت لكم بيختلف تعريف الشعرانية بين الناس كتير. هلأ كتير كتير من النساء الطبيعيات، حتى يعني 10% من النساء الطبيعيات في عندهم شعرانية، في عندهم على الوجه وحول، يعني على الوجه بتلاقي بعض الأشعار الانتهائية وحول هالة الثدي، رغم أنه بيكون طبيعيين وما عندهم أي مشكلة نهائيا. 10% من النساء الطبيعيات تحدث شعرانية على الوجه وحول هالة الثدي. 20% من النساء الطبيعيات بتصير عندهم الشعرانية في منطقة القص، يعني بين الثديين. هلأ إمتى بتكون يعني أنا إمتى لازم أن أعطيها للمريضة انتباهي أكثر من المريضات اللي جايين اللي عندهم شوية أشعار وبرية وجايين عم يولولوا أنا عندي شعرانية، أنا أكيد عندي مشكلة هرمونية لازم عالجها. وإمتى أنا بنتبه؟ وقت بيكون أنه الشعرانية بدأت بشكل حاد وترافقت مع علامات ترجل، وأخص أنه مثل ما عليكم أنه المريضة عمرها 35 سنة وكل أيامها ما عليها مشكلة، هلأ أتذكرت تطلع الشعرانية ويصير عندها أعراض ترجل، هون مباشرة لازم أركض وساوي تحاليل هرمونية وساوي إيكو أو رنين مغناطيسي أو طبقي لمنطقة المبيض والكظر لأكتشف أي ورم هو عم يسبب إفراز الأندروجينات. هلأ الشعرانية ممكن تكون ظاهرة طبيعية عند النساء الطبيعيات، أما الترجل ما بقبل فيه أبداً، لازم يكون في عندي مشكلة ولازم هالمشكلة حلها. هلأ شو تعريف الشعرانية الأساسية؟ إنه التمث منتظم ما في معه علامات ترجل، منساوي تحاليل للأندروجينات سواء التستوستيرون أو الديهيدرو إبيندروستينجون أو ديهياسولفيت، كلياتهم إبلائيون طبيعيات. أسباب الشعرانية، هلأ أسباب الشعرانية قد يكون بسبب زيادة تحول التستوستيرون إلى ديهيدروتستوستيرون الفعال على الأجربة الشعرية في الجلد، هذا بينزل تحت تعريف الشعرانية الأساسية، إنه المريضة ليش عندها شعرانية أساسية، يعني ما في سبب، ما في لا مرض، ما في تحت منه مرض مستبطن. شو سببه؟ مثل ما قلت لكم بالجلد بيتحول التستوستيرون لديهيدروتستوستيرون وبيروح بيأثر بجريب الشعر وبيسبب وبيخليها تصير شعرة انتهائية، يعني شعرة سودة وسميكة ومجعدة. إمتى بتظهر أكثر شيء الشعرانية الأساسية؟ بتظهر مع البلوغ، بيكون الطمس منتظم وما في عندي علامات ترجل، كل التحاليل بتطلع طبيعية. العلاج هو تجميلي أو أنا بضطر أحياناً لأعطاء الأدوية مثل الأندراكور، أو نعطي يعني سيبروتيرون أسيتات أو مثلاً سبيرنولاكتون. هلأ أسباب الشعرانية قد تكون سببها من المبيض، على رأسه المبيض متعدد الكيسات، قد يبدأ المبيض متعدد الكيسات إذا كانت الفتاة بدينة من عند البلوغ، بيكون الطمس غير منتظم وعموماً تباعد طموس، وبيكون في قصة عائلية وإنه بدانة وإما عنده سكر نمط ثاني وخالاته وهيك. هلا هدول بنلاقي عندهم ارتفاع بالأندروجينات، وكمان العلاج بيكون تجميلي. متلازمات مقاومة الأنسولين مثل الداء السكري والشواك الأسود، كمان هدول بنلاقي عندهم فرط أندروجين سببه المبيض.
احيانا بيكون المبيض في عليه تنشؤ مفرز ورم مفرز للاندروجينات، بيكون عموما الشعرانيه شديده وبشكل حاد، انه من شهرين ما كانت عنده صارت عنده وبشكل سريع وخطير، بالاضافه الى علامات الترجل. هلا بتكون هون غالبا انه التستوستيرون اذا كان من المبيض، والدهيا سولفيت بتكون اذا كانت من الكزر، والعلاج بيكون باستئصال الاورام. بينما الكزر ممكن انه تكون اسباب الشعرانيه من الكزر اذا كان في عندي فرط تصنع كزر خلقي لا نموذجي. النموذجي بيصار بالطفوله، اما اللانموذجي بيجي بفتره البلوغ وما بعد البلوغ. غالبا بيكون في قصه عائليه، وبيكون في عندنا اضطرابات طمس. بالتحاليل المريضه بيكون في عندي زياده 17 دروكسي بروجستيرون. بنعطي المريضه اقل جرعه من البريدلون من الكورتيزون منشان تصبت الاسيتي اتش. مين كمان الاسباب الكظريه غير فرط تصنع الكظر الخلقي؟ في كمان متلازمه كوشينج، انه الكظر عم يفرز كورتيزون، او اذا كان في عندي ورم نخامي مفرز الاسيتي اتش. هون مو سبب انه يعني انه متعلق بالمحور الكظر، واما شوفوا مثلا ورم نخامي او هاجر ما له علاقه بالكظر. المريضه بتجي بالاضافه للشعرانيه بيكون عندها ارتفاع ضغط وضعف عضلي وخصوصا داني. التشخيص بيكون بكورتيزول حرب بول 24 ساعة. العلاج حسب المرض. ممكن فرط البرولاكتين يؤدي إلى زيادة الأندروجين الكظل. أحياناً الأسباب الشعرانية بتكون بسبب أدوية. مثل مين؟ مثل التستوستيرون، ستيرويدات البانية على رأسها، الستيرويدات اللي بياخدوها كمال الأجسام. المرضى اللي بياخدوا فينيتوئين لصرع، إذا شي مرة شفتوا مريضة صرع وعم تاخد فينيتوئين بتجي وشها كله شعر، وبيكون في عندهم ضخامة باللثة، وبيكون حتى أحيانا عندهم مظاهر استرجال خفيفة. انتوا بتعرفوا انه المينوكسيديل بياخدوا الناس اللي عندهم قلة بالشعر او عندهم صلع، بياخدوا المينوكسيديل، ممكن اذا خدوه بكسرة ممكن يسبب شعرانية. في السايكلوسبورين هذا اللي بينعطى لمرضى الكلية مثلا، سواء زرع الكلية او مرضى اللي عندهم اعتلالات كلية مناعية، او المرضى اللي عم ياخدوا كورتيزونات ممكن يصير عندهم إما شعرانية، أو أحياناً شيء أقل من الشعرانية اللي هو وبر، هو الشعر ناعم غير مصطبغ. هذا بيكون عموماً الناس اللي عندهم إنه أشعار وبرية لونها فاتح شوي، هدول بيكون الشعر عم ينمو بسبب دوائي وليس سبب أندروجيني. أشياء أسباب الشعرانية هي الشعرانية الأساسية والبي سي أو. هلأ مقاربة المريضة اللي جايتنا عم تشتكي من الشعرانية، أول شيء القصة المرضية مثل ما قلت لكم بدي أتأكد إنه هالشعرانية ما هي ليست حول البلوغ. شغلة ثانية إنه بدء سريع وشديد. بالحالات السليمة اللي هي الشعرانية الأساسية والمبيض متعدد الكيسات عموما بتبدا مع البلوغ. الحالات الخطيره مثل ما قلت لكم تتطور بعمر مثلا ال 25 35 وبيكون تطورها سريع. هلا الحاله الوصفيه للبي سي او هي المريضه بتجي بشعرانيه وبدانه وتباعد طموس. الفحص السريري لازم افحص عن درجه الشعرانيه. الشعرانيه كمان الى مقياس مثل مقياس تنر لقياس شدة الشعرانية وعلامات الترجل. لازم المريضة ناخذ ضغطة إذا كان عنده ارتفاع التوتر الشرياني متوجه نحو كوشينج مثلا. نبحث عن كتلة بالبطن أو بالحوض اللي هي مفرزة للأندروجين. هلأ الفحوصات اللي بنطلبها للمريضة، أول شيء ممكن أنه أطلب له تستوستيرون فري تستوستيرون، لأنه بتعرفوا التستوستيرون قسم منه حر واللي هو الفعال، والقسم الباقي مرتبط مع البروتينات أو الجلوبولين الرابط للهرمونات الجنسية.
إذن أول اختبارات النخل بطلب التستوستيرون. هلأ بطلب الدهية إذا كان على حساب التستوستيرون، إذا كان على حساب الدهية اللي هي دي هيدرو إبي أندروستينجون مباشرة بفكر بالكزر. أما التستوستيرون ممكن كزري ممكن مبيضي. هلأ إذا كان التستوستيرون أكثر من 150 ميكروغرام بالديسيليتر بفكر بتنشؤ مبيضي. أما إذا كان من تنشؤ كزري يكون التستوستيرون أكثر من 500. هلا اذا كان مرتفعين الاندروجينات اللي هي التستوستيرون والدهية بشكل معتدل بيوجه لسبب سليم. اما اذا كانوا طبيعيات بتكون تشخيص شعرانية اساسية. هلا احيانا انه ما بكفي، هلا هون طلبوا التستوستيرون الكلي، عم يقولوا انه احيانا اذا ما توجهنا بالتحاليل الاولانية لاي سبب، مثل ما قلت لكم نحن ما عدنا طلبنا التستوستيرون لأنه متعلق بالجلوبولين رابط الهرمون الجنسي، عم يقولوا إذا ما قدرنا ناخد جواب من التستوستيرون والدهية نطلب تستوستيرون حر ونطلب كامل الهرمونات الأندروجينية اللي هي الأندروستينجون والديهيدرو أندروستينجون سولفيت، هو طالبينه نحن بالأساس نطلب تستوستيرون حر، أندروستينجون، ديهيدرو تستوستيرون، كل ياتون هدول بدنا نطلبهم إذا ما إذا كانت اختبارات النخل طبيعية وأنا متأكدة إنه في عندي شعرانية غير طبيعية. ما بكتفي بالتستوستيرون والدهية سولفيت، بطلب كامل الهرمونات الأندروجينية اللي ممكن تتواجد ب جسم الأنثى. بنطلب 17 هيدروكسي بروجستيرون وبنعاير بنشوفها إذا كانت بنطلب 17 هيدروكسي بروجستيرون ببول صباحي وبنعاير الأسيتي أتش. إذا لقينا ال 17 هيدروكسي بروجستيرون عالي والأسيتي أتش عالي ممكن إنه يوجهنا لفرط التصنع الكظري. كمان ممكن نطلب برولاكتين المصل وممكن نطلب كمان قياس الأنسولين منشان نشوف إذا الأنسولين عالي ممكن إنه يتماشى مع مقاومة الأنسولين. تدبير، كيف بعالج أنا الشعرانية؟ هلأ الشعرانية الأساسية والناتجة عن البي سي أو هي شو سميناها؟ الشعرانية السليمة. المعالجة بالدرجة الأولى تجميلية، أي طريقة بتحبها المريضة أو بتلاقيها مناسبة لوضعها فيها تستعملها، ولابدها إنه المريضة شو بتجي بتقول بدها دواء مثل السحر، أعطيها الحبة يختفي كل الشعر من جسمها، ما في عنا هيك شيء بالطب. ممكن إنه ممكن نحن نرفضها بالأدوية اللي بتخفف من الشعرانية أو بتحل علاج السبب الأساسي، بس ما دائماً بنقنع المريضة أنه هذا مو هو العلاج السحري اللي أنت عم ترغبي فيه، لابد من العلاج التجميلي دائماً مع علاجنا الدوائي لمرضى الشعرانية. المريضات اللي عندهم بي سي او وعندهم شواك أسود بننصحهم بإنقاص الوزن منشان نكسر الحلقة المعيبة الموجودة بالبي سي او. المعالجة الدوائية ممكن إنه نعطيهم لديان مثل ما قلت لكم، مانعات الحمل الفموية، وغالباً إنه نستخدم الأفضل نستخدم المستحضرات الحاوية على البروجستيرون مضاد أندروجيني مثل لديان يلي فيه البروجستيرون، هو عبارة عن سيبروتيرون أسيتات اللي هو مضاد، يعني هو بروجستيرون له تأثير مضاد أندروجيني، يعني بنسميه البروجستيرون المؤنث اللي بيخلي إنه الأنثى تكون يعني ما في عندها أي شيء من أعراض الشعرانية أو الرجولة اللي هي بتكرهها. مضادات الأندروجين مثل ما قلنا سبيرنولاكتون والفلوتاميد. هلأ هاي الأدوية كيف تشتغل؟ إما ما بتخلي الأندروجين يرتبط بمستقبلاته أو بتسرع من هدم التستوستيرون
أو ما بتخلي التستوستيرون يتحول لدي هيدروتستوستيرون بجلد من شأن يحرض الشعرة لتصير شعرة انتهائية، إلا أنه ما نعطي مضادات الأندروجين لمريضة بدها ترغب بالحمل. ليش؟ لأنه قد تسبب، إذا كانت إذا صار عندها حمل قد تسبب تأنس بالجنين الذكر. مثل ما قلت لكم الاستجابة للعلاج الدوائي بتكون غالباً بطيئة أو غير مرضية للمريضة. مريضة بدها حبة يروح كل الشعر من جسمها، أنا ما عندي هي الحبة. دائماً إنه بنقول لهم بتكون طولوا بالكم ولازم دائماً تستخدموا الطرق التجميلية. كل مريض عم ياخد سبيرنولاكتون لازم نراقب البوتاسيوم. ليش؟ لأنه السبيرنولاكتون بيرفع البوتاسيوم مثل ما بتعرفوا. ممكن نعطي مصبطات 5-ألفا ريدكتاز، اسمه الدواء الفيناستيريد. هي بالأساس بيعطوها لمرضى ضخامة البروستات، بيلاقوا عند المرضى اللي عم يعالجون لضخامة البروستات عم يصير عندهم من الأدوية مثل الفيناستيريد إنه عم يصير عندهم تسدي وغياب أشعار، إنه الرجل عم تروح الأشعار منه. فلذلك بالأولى إنه نستخدم هل خاصية عند الإناث. ممكن إنه نعطي مماثلات الجي ان ار اتش طويلة الأمد، بتنقص من إنتاج الأندروجين المبيضي، إلا أنها تقطع الدورة المريضة وقت عم تعطيها بشكل طويل الأمد ومستمر جي ان ار اتش، المريضة ما عاد تجي الدورة لأنه انقطعت الجي ان ار، الجي ان ار اتش بشكل مستمر ما عاد بينتج، ما عاد بيحرض الاف اس اتش والال اتش. فلذلك إذا بدنا نعطي هدول الأدوية بيوقف عمل هذا المحور بشكل نهائي، والمريضة بتغيب الدورة ساعتها. لا، أنا بدي المريضة تجي الدورة وبنفس الوقت ما يصير عندي إنتاج أندروجين مبيضي، ساعتها بعطيها الجي ان ار اتش بشكل مستمر ومديد طويل الأمد، وبنفس الوقت بعطيها مانعات حمل استروجينية بروجستيرونية لأنه بخاف على عظامها من أنه تصير عندها تخلخل عظام. بينما الشعرانية الثانوية بسبب الورم أو بسبب برونكتينوما أو بسبب كوشينج بيكون العلاج هو العلاج السبب الأساسي. خلصنا من انقطاع الطمس البديء الثانوي، خلصنا من الشعرانية والترجل، هلأ بدنا نجي على سن الحكمة وليس سن اليأس، لأنه هي سبحان الله ظاهرة فيزيولوجية، والمرأة بطبيعة الحال وقت الإنسان بيكبر من كتر ما بيأكل كفوف بيصير عنده حكمة كيف يتعامل مع الأمور. تعريف سن الإياس المينوبوزا هو خلص المبيض وقف ستوب. تعرفوا إنه المبيض في عنا عدد معين من الجريبات اللي إجوا اللي احتفظت فيهم من بالحياة الرحمية، بتضل محتفظة فيهم وبيقل عددهم هيك لوقت بده يبلش الطمس، بحيث انه بكل دوره 800 اجربه بيتنشطوا، احيانا في مرضى اكثر، بحيث انه المراه يعني عموما عندها تقريبا شيء 400 مره هيك بتذكر 400 اباضه. بقال بيقولوا سبحان الله انه المراه عدد، إذن نضوب الجريبات المبيضية المتعلقة بالسن بيؤدي لتوقف إنتاج الأستروجين من المبيضين وانقطاع الطمس. وسطياً بيصير بعمر 51 سنة، وعند المدخنات بيصير بعمر 45. ممكن ما بنسميه سن يأس مبكر إلا إذا صار قبل 40 سنة. كيف بشخصه إنه مريضة انقطاع طمس ما عاد إجتها دورة، بعمل لها الـ FSH بلاقيه عادي كتير. شو أعراضه؟ ممكن الكل اللي بيسمع فيهم إنه المريضة بصير عندها هبلات ساخنة، بتكون قاعدة بمجلس خلال دقيقة أو ثانية وش بيعبق بيصير مثل المخلل الأحمر،
بس القسم العلوي من جسمها ووجهها وبصير أحمر أحمر وبتشوب وبتعرق وبتقوم لو بعز الشتاء مثل هلا الشتاء باردة باردة بتقوم تطلع لبرا من شان تأخذ قليلا من البرودة. بتقلك مثل وكأنه ماي سخنة انكبت على راسي ووصلت يعني لتحت يعني مثل هو الجزء العلوي من الجسم مثل ما قلنا. المشكلة هي أنه أحياناً تتكرر كتير خلال النهار وخلال الليل. هلأ إذا مرة واحدة باليوم بتتحملها، بس أحياناً بالفعل كل 10 دقائق كل ربع ساعة كل نص ساعة بتصيبها وبتكون قاعدة بالمجلس فعلاً بيتغير ملامحها وبتصير هي بتشوب ويعني تتضايق منها. المشكلة أنه إذا صابتها بالليل كل نص ساعة والله بتفيقها من الليل، هي كيف المريضة بدها ترجع تنام؟ ممكن أنه تسبب لأرق وممكن تسبب لتعب كآبة إنه هي صارت كبيرة ما عاد تجيب أطفال، وأخص إذا لسه يعني تعرفوا أنتوا هالحكي. بيصير عندهم ضعف ذاكرة، ممكن إنه يصير عندهم مشاكل جنسية، انتانات بولية، ممكن يتعرضوا لتخلخل العظام ولكسور مرضية، كانوا تحت تأثير الاستروجين. أي مريضة مثلا عندي عمرها 30 سنة إجت ألم صدري، نادرا ما فكر بال احتشاء أو بالخناق، بينما إذا المريضة اللي عمرها 60 سنة أول ما تجي بتقلي عم يجعني صدري مباشرة بخاف باخذ قصة مرضية للألم الصدري الخناقي ومباشرة إن شاء الله ما في أبدا، مجرد قالت لي ألم صدري لازم خطط للألم وأتأكد ما عندها هلأ إنه احتشاء. فلذلك إنه النساء بسن النشاط التناسلي وتحت تأثير الاستروجين بيكونوا محميين من تصلب الشرايين، إلا إنه مجرد راح الاستروجين بيرجعوا ممكن يتعرضوا لارتفاع الضغط والاحتشاء العضلي القلبية وللخسارات ولا التصلب الشرايين. شو علاج الاختلاطات سن اليأس أو الأعراض اللي قلنا عليهم؟ أول شيء أنه إذا منعوضها بالإستروجين تقريبا أغلب الأعراض بتروح، أو إذا مو كلها. فوائده أنه بيخفف أو بيمنع الهبلات الساخنة، بيقلل الوفيات من المرض القلبي بنسبة النص، بيمنع أعراض الضمور البولي التناسلي إنه بترجع المرأة طبيعية مثل ما كانت، وبيحسن التخلخل العظام أو بيمنع الضياع العظمي. مخاطر الإستروجين إنه بتعرفوا إذا انعطى الإستروجين لحلقة واحدة من دون بروجستيرون ممكن يزيد خطورة سرطان الرحم حتى 8 مرات. إذا عطيت البروجستيرون ممكن معه ممكن تخف شوي هالخطورة، إلا إنه المريضة صار عمرها مثلاً انه 55 سنه ولسه بدي اعطيها استروجين بروجسترون ولسه بدي تجي الدوره، احيانا هي بتضايق شوي. هلا اذا كان الرحم مستأصل فيني اعطي الاستروجين. احيانا في مشكله وجدل كبير انه الاستروجين هل يزيد سرطان الثدي ام لا، في ناس بتقول ايه وبقوه، في ناس تقول لا. هلا بتعرفوا المريضة مجرد قلت لا كلمه واحده انه ممكن يزيد لك سرطان الثدي بتصير بتخاف، تقول لك لا ما بدي أبداً استروجين. طرق إعطائه ممكن فموي، ممكن عبر الجلد، وممكن لساقات. هلأ خلصنا من سن اليأس، نجي على أورام المبيض. إذا بتذكروا أورام الخصية عند الرجل 1%، بينما أورام المبيض بتشكل 6-10% من خباسات المرأة، وبتزيد نسبة حدوثها مع تقدم العمر. شو ممكن تفرز الهرمونات الأورام المبيض؟ ممكن تفرز الاستروجين والبروجستيرون، ممكن تفرز التيروكسين والأشزيجة. أورام المبيض حسب الورم على أي طبقة ناتج وشو ممكن أفرز وشو بتكون أعراضه. هلأ عندي الأورام الحبيبية والصندوقية بتأفرز الإستروجين، إذا صابت الفتيات الصغيرات ممكن يصاب ببلوغ مبكر كاذب،
مثل ما قلنا ليش كاذب؟ لأنه غير نخامي، ما له بديان بشكل بشكل طبيعي من تحت المهاد إلى النخامة إلى الأعضاء التناسلية. ممكن أنه إذا بعد سن اليأس صارت الأورام تيجي المريضة النزوف، يعني أي واحدة مثلاً عمرها 65 سنة إجت هلأ بنزف تناسلي ما بقبله أبداً، ما إلا شغلة بسيطة ما بتخوف، لا بتخوف، ولازم نعمل كل الاستقصاءات ونسبب شو، نحدد شو السبب وبعدين منطمن المريضة إذا كانت شغلة بسيطة. في عنا الأرهينو بلاستوما، هي بتفرز الأندروجين، بتعمل عند المريضة عدم إباضة وانقطاع طمس، ضمور ثديين، وبتعمل أهم شيء إنه علامات ترجل. الترياتو بلاستوما بتفرز الـ HCG، ممكن إنه تعطي داك. هلا شو انت؟ لا شو قلت له؟ كنت أقول هاي يعني دفعت فهمتهم شو سألوني أظن ماما هلا بس خلص المحاضرة. طيب هلا بقيان آخر سلايد، شباب عم تسمعوني؟ ايه دكتورة تمام. ايه بس انا خلصت من عندي الباقة، اضطريت ارجع للشبكة السيئة. المهم كنا عم نحكي عن اوراق التيرياتوما اللي بتفرز الايتيروكسين، ممكن تعمل اعراض فرط نشاط. اعراض هلا شو ممكن تعمل اعراض تانية؟ اذا كان الورم كبير ممكن تيجي المريضه بكبار بحجم البطن او عندها حبن، او ممكن اذا انفتل الورم ممكن تجيني ببطن حاد. التشخيص بيكون بفحص نسائي مع ايكو وطبقي للبطن، وممكن نعمل تنظير بطن وخزعات لاثبات التشخيص. العلاج بيكون اما جراحي او شعاعي او كيماوي حسب. هلا الحمد لله انه خلصنا المحاضره وخلصنا منهاج الغدية كله. هلا سألتني أحد الزميلات إنه كيف حتكون الأسئلة؟ الأسئلة حتكون خيارات متعددة، وحتكون الأسئلة عموما منطقية. يعني أنا ما بحب الأسئلة التعجيزية، بس كله ذكرته خلال المحاضرة. يعني مثلا إنه عندي ورم مفرز للبرولاكتين، أكتب لكم أهم شيء إنه هو علاجه جراحي بالدرجة الأولى. هذا صح أم خطأ؟ أكيد خطأ، العلاج بالدرجة الأولى دوائي. بينما مثلا جاني كوشينج نخامي، العلاج الأساسي شو؟ جراحي وليس دوائي. مثلا من بين الأسئلة كمان يلي ممكن نذكرها أنه مريضة شو هي الأعراض اللي بتدل على بي سي او؟ استاتهم برا؟ أعراض البي سي او مثل ما قلنا بدانة وشعرانية واضطراب طمس أو انقطاع طمس ثانوي. حتجي الأسئلة مثلا عن الداء السكري، الأرقام مثل ما قلت لكم الأرقام المقدسة، أكيد حيجي منا سؤال. عن الإنسولينات، مين الإنسولين البطيء ومين الإنسولين السريع. شو هي الخطوط الأولى لعلاج الداء السكري؟ مثلا إذا قلت لكم مريضة بدينة عطيتها، شو أحسن خيار إلها؟ حتقولوا لي ميتفورمين. مريض عنده قصور قلب، أحسن دواء له بيوكليتازون، صح؟ لا، رح تقولوا لي خطأ، إنه لأنه بيعمل حبس للسوائل وممكن يسيء لمريض القصور القلب. شو هي الأدوية اللي مناسبة للمريض السمين؟ شو هي الأدوية المناسبة للمريض النحيف؟ مريض سكري وعم ينحف بشكل وسكر وما عم ينضبط، افضل دواء له هاد هو الانسولين. يعني مثل انا اللي بركز عليهم، يعني دائما حتكون سؤال
وحيجي الجواب الصح أو الخطأ بيكون يقلع العين إن شاء الله. وموفقين بإذن الله. في أي سؤال يا شباب أو يا صبايا؟ يعني قصدي الشباب ذكورا وإناسا. يعني الأسئلة دكتورة خيار واحد. لا لا شو خيار واحد؟ لا الخيارات متعددة يعني، بس الخيار يلي يعني بيكون يعني الخيار بيكون اللي سواء الصحيح أو الخاطئ بيكون بيقلع العين ويعني يكون منطقي. هلأ أنتوا عندكم شيء أسئلة الدورة؟ دكتور ما أقصد أنه يختار الصح أو الخطأ. لا لا مو أسئلة يعني صح وخطأ مثل A B C D مثلا يعني يا إجابة صحيحة يا إجابة خاطئة، المهم تكون نحن نختار إجابة واحدة يعني مو اختيارات متعددة. لا لا ما بحبها دخيلات. لا 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 خلاص إنه كله ما يلي مثلا صحيح ما عدا يعني بدك طالع لي الخطأ بس، أو مثلا العلاج الأمثل، العلاج الأمثل لمريضة مثلا مريضة البي سي أو مين هو العلاج الأمثل إلها؟ بحط لكم مثلا ميتفورمين وهي مريضة بدينة، ميتفورمين أم السيبروتيرون أسيتات أم الإنسولين مثلا لأنه هي فيها مقاومة للإنسولين، مثلا بحط إنسولين، بحط سبيرنولاكتون، مين هو العلاج الأمثل؟ الميتفورمين. يعني هيك يكون سؤال، فلذلك انه او مثلا السبب الاكثر شيوعا مثلا جانا مريض مريضة شعرانية، شو الاشيع سبب لانه تكون عندها سبب شعرانية؟ هي اما شعرانية اساسية او بي سي او، واما مو معقول ابدا تقلي انه ورم انه اجتك مريضة شعرانية دغيت الا انت معك ورم كظري، لا اغلب المريضات انه شعرانية اساسية او بي سي او. يعني بدي تفكروا وقت تفكروا بشكل منطقي، يعني وقت بيكون في عندنا مرض غدي دائما بدك تنفي الاشياء فالاشياء وبتروح على الاشياء النادره اخر شيء، مو بتروح لاخر القائمه وبدك تنفي لي مرض نادر او متلازمه هذا سمعان فيه مشان مثلا الواحد يرجي شطارته. لا لا نحن بدنا الطبيب يكون حكيم، ومثلا الادويه ما بدي تحفظ لي الادويه النادره وتنسى لي الادويه الشائعه واللي مستخدمه بشكل شائع واللي هي حجر الاساس بالعلاج. مثلا ممكن تاثيرات جانبيه، مثلا ممكن من الاعراض نجيب لكم دكتوره في اعراض ثانويه او جزئيه كمان بدنا نحفظها كثير مثل اعراض سن الياس. يعني مثلا ممكن نجيب لكم سؤال انه التعب هو مرض هو عرض موجود بأمراض الغدد، وقت بيجي المريض بتعب أول شيء مثلا أنه منشك عنده فقط قصور درق فقط أديسون، لا ممكن الداء السكري. إذن التعب هو ليس نوعي لمرض غدي معين، موجود بأغلب الأمراض الغدية. دكتورة كم سؤال رح يجيب الامتحان؟ 70 أو هيك؟ كم عدد الأسئلة يعني؟ ما لسه معاني، تفضل. سؤال قد عدده؟ ما بعرف هلأ هو الغدية مع شو؟ الغدية مع أي قسم تاني حيكون الامتحان؟ الغدية هو المادري لحالة لحالة؟ 50 سؤال مو أكثر. ما كثير إلي مرأة بحق الأسئلة. ممكن أنه يجيب لكم كمان قصص سريرية، ها أنه مريضة عندها هيك وهيك وهيك، ساوينا لها هيك تحليل، شو بتتوقع يكون، شو الأرجح أنه يكون تشخيصها؟ مثلا اجتك مريضه فقيره وعندها مشكله بالغده الدرقيه، شو وبدها معها مصاري لتساوي تحليل واحد، شو بتطلب لها؟ الافضل انه اذا مريض درق دائما باضطرابات درق وبدك تعمل تحليل واحد هو التي اس اتش. في اسئله ثانيه؟
الله يعطيك العافية دكتورتنا، والله يجزيك عننا كل خير يا رب. شكرا كثير لك لوجودك معنا، والله متشرف. هلا متشرف كنا والله نحن بدايه كنا خبرنا. يا ريت انه ما حدا يبعث لي سؤال لحاله، ممكن انه ننظم عن طريق مثلا احد الصبايا المشرفات او احد مثلا مثل محمد، وواحد يبعث لي قائمه باهم الاسئله اللي الشباب عم يسالوها ان شاء الله. اذا بنحسب ننظم مثلا جلسه قبل امتحان غدية مثلا بيومين ثلاثة بأربعة، انت شوفي بوقت مناسب ان شاء الله. اذا الحلام سؤال اسئلة لا لا والله لا لا والله ما اظن، بس انه اذا كان في حد اسئلة من الزملاء بسألك، او بتحبي لا انا بحضرك الاسئلة وبعث لك اياهم انت لحالك. لا الاسئلة من قبل مشان تقولوا والله ما هي ما بتعرف تجاوب. لا لا بدي اكون محضرة الاجوبة. تكرامي شكرتنا تكرامي الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله. الله يعافيك يا رب. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.